إذا شعرت أن حياتك في خطر أو أن المرض يهدد صحتك أو كان ابنك بعيد عنك وقد خشيت عليه من الضياع أو رفقاء السوء، فاعلم أنك بحاجة إلى أن تعلم أن من أسماء ربك سبحانه الحفيظ، وأنه ينبغي عليك أن تجدد إيمانك بهذا الاسم العظيم، وأنه قد جاء الوقت المناسب لتتفكر فيه وتتأمل. أنا عصام، وده برنامج عصام وكتاب، واللي بنناقش فيه كتب وروايات كتير مختلفة. كتاب النهاردة هو لأنك الله، رحلة إلى السماء السابعة. قبل ما أبدأ الحلقة دي لازم أشكركم جدا جدا على كل الكومنتس والفيدباك اللي كتبتولي الحلقة اللي فاتت، وكمان أشكر أحمد لطفي على الديزاين الجامد اللي عملهولي ورايا ده، فشكرا جدا ليكم كلكم. كتاب لأنك الله لعلي بن جابر الفيفي، وهو محاضر بقسم الشريعة واللغة العربية في السعودية، وكتاب من إصدار دار الحضارة للنشر والتوزيع سنة 2016، وعدد صفحات الكتاب هي 192 صفحة. الكتاب هو عبارة عن تدبر وتأمل بسيط لعشرة من أسماء الله الحسنى، وتدبر وفهم أسماء الله الحسنى ده بيعمل وسيلة تواصل بينك وبين ربنا. لما تبقى مريض فهتروح لله الشافي وتدعوه إنه يشفيك، لما تبقى مذنب فهتروح لله الغفور وتدعوه إنه يغفر لك ويرحمك، ولما تبقى قلقان هتروح لله الحفيظ وتعرف إن حفظك ورعايتك بإيد ربنا بس فتطمئن. وده كان هدف الكاتب، إن يخليك تعمل وتعيش بالأسماء دي في حياتك. كل اسم من أسماء الله اللي في كتاب الكاتب كان بيتناوله على أربع حاجات: أنت ليه محتاج تعرفه من الاسم ده، وأنت ليه لازم تعمل بالاسم ده في حياتك، وقصص وأحاديث على ده، وفي النهاية الكاتب كان بيدعو دعاء بيستخدم فيه نفس الاسم اللي كان بيتكلم عنه. وكان أول العشر أسماء اللي الكاتب اتكلم عنهم هو اسم الله الصمد، وقال إن معنى الصمد اللي بتصمد إليه، يعني بتلجأ ليه لما يكون عندك مصيبة أو بلاء. واسم الله الحفيظ اللي بيحفظك وبيرعاك من كل شيء، مش بس بيحفظ صحتك ولا بيحفظ فلوسك، بل كمان بيحفظ دينك. وهنا الكاتب ذكر قصة مؤثرة جدا لعالم من العلماء اللي كان بيدافع عن الإسلام وكتب كتير من المجلدات والكتب دفاعا عن الإسلام، وبعد كام سنة وصل بيه المطاف انه بقى بيهاجم الإسلام. فاستشهد من هنا ان الحفيظ مش بس بيحفظ صحتك وبيحفظ فلوسك بس، بل كمان بيحفظ دينك. اسم الله اللطيف، واللطيف هو اللي بيصرف عنك اي سوء وبيلطف بيك، واللي لطف بسيدنا يوسف بعد ما اخواته رموه في البير وبقى في الاخر عزيز مصر، وفي الاخر ربنا حقق له الرؤية اللي شافها. اسم الله الغفور، اللي بيغفر ليك ذنوبك وخطاياك وبيرجعك ليه تاني. كمان اسم الله الشافي، والشافي هو اللي بايده بس الشفاء، وان اي حاجة تانية هي مجرد اسباب. وهنا كاتب بيستشهد بقصة حد كان مريض فشل كلوي، فولاده قرروا يجيبوه هنا مصر علشان يعمل زراعة كلى، واللي كان هيبيع له الكلية بتاعته هي بنت من أسرة فقيرة بتصرف على أسرتها وأخواتها في الجامعة، وكانت هتبيع له في مقابل 100,000 ريال. فالمريض دوت قبل ما يعمل عملية قال لهم إن هو عايز يقابل اللي هيبيع له الكلية بتاعته دي ويعرف ظروفه وقصته وليه أصلا عايز يعمل كده. فبالفعل بيقابلها قبل ما يعمل العملية، فبتحكي له قصتها وإن هي عايزة تعمل كده علشان بتصرف على أسرتها وأخواتها. فهنا بيعيد التفكير تاني وبيقرر ان 100,000 ريال دول مش هيشتري بيهم الكلية، وهيعتبرهم كصدقة ليها، وبالفعل بيديها الفلوس دي وبيرجع تاني بلده. وفي اول مرة جاي يعمل فيها الفحوصات تاني وبيبدأ في غسيل الكلى زي ما كان في الاول، بيكتشف انه كليته رجعت تشتغل تاني زي الاول. الوكيل، والوكيل هو اللي بتستند ليه وبتتوكل عليه زي ما تتوكل على محامي او اي حد في الدنيا. اسم الله الشكور، والشكور اللي بيشكرك على كل عمل خير أو صالح بتعمله بيزيدك عليه أضعاف مضاعفة. اسم الله الجبار، وهو اللي بيعوضك عن كل الانكسارات اللي بتقابلها في الحياة، وكمان بيكبر بخاطرك ويزيل همك. اسم الله الهادي، والهادي هو اللي بيرشدك للطريق الصح، وكمان بيحول مسار حياتك من الضلال للرشد. اسم الله القريب، والقريب إنك مش محتاج تبذل مجهود كبير علشان توصل له، هو محيط بيك وبيحتويك وقريب منك. ده كان ملخص سريع جدا للعشر أسماء اللي الكاتب تناولهم في الكتاب. مش متأكد قوي من صحة كل القصص اللي الكاتب ذكرها في الكتاب، لكن الكتاب مليان بالأحاديث والقصص والعبر، وأسلوب الكتاب سلس وبسيط جدا جدا. بس كده، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير والحاجات بقى بتاعت اليوتيوب دي، وتقولوا لنا تحت في الكومنتس ايه الكتب والروايات اللي عايزين نتكلم عنها في الحلقات الجاية. وما تنسوش دايما انه إلا ما سعى. لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق، لأنك الله أحلامي مبللة ببهجة الصبح يسقيها فتنبثق، لأنك الله قلبي كله أمل، لأنك الله روحي ملؤها الألق.